جيت اليوم نهضر يعني على ظاهرة، يعني فرض ظاهرة ديال عزوف الشباب على الزواج. وطبعا يعني هذه الظاهرة يعني ملي كتسأل كلتا الطرفين يعني كل واحد ويعني وتعليقه على هذا الموضوع. فأنا تعليق الخاص أن بالنسبة يعني لمتطلبات النساء الخيالية اللي يعجز الرجل يعني عن توفيرها، يعني صبحنا يعني نسولوا أي وحدة شنو يعني بهذا السؤال هذا، شنو مواصفات فارس أحلامك؟ عاد تقول لك يعني أنا بغيت راجل يكون عنده أند جرويزر آخر موديل، ويكون عنده يعني مثلا يكون عنده فيلا على البحارة، ويكون عنده مثلا يعني شركة، ويكون خدف منصب راقي وكذا إلى آخره. فأنا يعني عاوتاني بكوني أنا كان آمن بالمساواة والعدل بين الرجل والمرأة، فأنا كنقول أنا عاوتاني أنا من حقي إلى وحدة تطلب مثلا تطلب لي يكون عندي أند جرويزر، فأنا كنشوف راسي أني نقدر نطلب من عند أي وحدة يكون عندها طيارة. أنت رأيك يحترم وأنا رأيي يحترم. انتينا كتقول بغى مثلا فيلا على البحر، انا نقدر نقول انا بغيت نسكنوا انا وياك في المريخ، ورايي يحترم. فهمتي؟ انا شاب طنجاوي من مدينه طنجة، اي وحده تبغي تتزوج تعطيني 17 د المليون فوق الطابله تزوج بها. هاد الانسانه بغيت تكون جماله مغري، تكون مقبوله، يعني الانسانه تكون جذابه للغايه، يعني اللي يشوفها تخربقوا في دماغه. وبغيت هاد الانسانه هادي يكون عندها الفلوس ويكون عندها الجمال، حيت انا بغيتها كما كيقول المثل الدجاجه هي مكموله، فما بغيتش الدجاجه تكون ناقصه. طبعا تكون جميله ويكون جمالها مغري للغايه، بحال اللي قلت يكون جمالها يعني يكون جمالها يميل الى نانسي على هيفاء وعلى شاكرا، يعني يكون جمالها مخلط باناتشي. شنو هما المواصفات اللي كتشوف في راسك باش كتقلد هذا؟ والله انا بوغوس يعني الحمد لله، يعني بالصحه ديالي بوغوس يعني نستاهل. وانا يعني كيفما عرفتوا بان الزواج انقرض، فانا باغي نتزوج وكذا، من حقي نطلب حتى انا ندير رايي. وهذا اقتراح لاي وحده، يعني ماشي ملزمه به، ولكن اي وحده تبغي تتزوج تدفع لي 17 د المليون. شنو رايك العزوف عن الزواج في المغرب؟ والله كيف ما قلت لك، يعني بالنسبه للعزوف الشباب على الزواج، وهو يعني الرجل كيشرق والمرأة كتغرب، فهمتي؟ يعني ما كيكونش التوافق. هذا الشيء اللي خلى يعني عزوف الشباب عن الزواج. وطالما بزاف ديال العروض جاو ديال كاينه انسانه اللي عطات، كنت انا طالب 10 وكاينه اللي عطات 9، وفعلا 9 ما سلكتنيش، فهمتي؟ يعني قلت لها يعني شبر منك 9 ومليون يعني نقنسلها لك، يعني نتكاتبوا عليا، يعني فهمت؟ يعني مليون نتكاتبوا عليا فوقاش ما كان عندك تعطيها لي، ما بغاتش. قالت انا انت تسعود وكذا، ومليون يعني تسعود هي جهدي، فانا ما بغيتش. دابا طالب 17، فهمتي؟ دابا يعني علينا السوق، فهمتي؟ لان انت كتعرف يعني ولا الطلبات بزاف وكذا، 10 عطوها وكذا، فهمتي؟ انا دخت في الاول يعني طلبت 10، فهمتي؟ غلطت بزاف يعني، والصراحه يعني اعترف بهذا الغلط، يعني طلبت 10 يعني، وانا كنفكر يعني نخليها 20، ولكن عاوتاني انا عطيت قلت 17، وعند تما يعني في شكل يعني طلبت 17 ونقول 20 وكذا، فلهذا يعني انا كنشوف راسي ضايع في هذه الصفقه هذه. ولكن 17 ماشي مشكل، خرجت من الفم وهذاك. الانسان ما باغيش يتزوج وكذا، فمن حقه، فهمتي؟
يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهمتي؟ يعني الواحد ما باغيش يتزوج. كمل الشريف الطريق ديالك، كمل انت. ما قاد الزواج ما حتى شي حاجه، غير سير وهي سير في حالك انت يا صاحبي، سير صاحبي عادي بداتك انت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العلي العظيم. المهم، الظاهره اللي خلت الشباب يرفض فكره الزواج، يعني ولات واحد الظاهره، ماشي يعني الظاهره الماديه وكذا، يعني كاين اللي عنده ما باغيش يتزوج وكذا، لان كيف ما قلت يعني المراه يعني ولات اكثر يد النساء، ما كنعممش حيت انا كنكره لغه التعميم، ولكن ولات اكثر يد النساء يعني كدير مواقف مستفزه للرجل اللي خلاته انه يرفض الفكره ديال الزواج وكذا. يعني ولات المراه كتشوف الجانب الاستغلالي للرجل، بالنسبه للرجل عندها هو كبنك متحرك او كفانوس سحري، يعني تجبد منه الفلوس امتى ما شاءت وفي اي وقت شاءت، فهمت؟